إسبانيا تشتعل من جديد بسبب خسارة دياز. دي لافونتي استدعى لاعبا من أصول مغربية بدلا منه. لا يبدو أن نيران قرار تفضيل إبراهيم دياز لتمثيل ألوان منتخب المغرب عوضا عن منتخب إسبانيا ستهدأ في القريب العاجل، لأن الصحافة الإسبانية تسعى بكل جهدها للبحث في كل الأبعاد الممكنة التي أثرت على قرار دياز وجعلتهم يحرمون من موهبته مع منتخب لاروخا مستقبلا. وفي سعيهم لاكتشاف خلفيات هذا القرار الذي لا يبدو أنهم سيهضمونه في وقت قريب، كشف أحد صحفيي آس الإسبانية عن السبب الذي جعل إبراهيم دياز ووالده يستشيط غضبا من دي لافونتي ويهرعان للموافقة على المفاوضات المغربية وفي النهاية القبول تمثيل منتخب المغرب، لكن السبب يحمل في طياته أيضا مادة سخرية من مدرب إسبانيا نفسه الذي قام بفعل كلفه الكثير شعبيا في إسبانيا وقد يكبده تكرار ما حصل مع دياز بالضبط. القضية بدأت في 15 أكتوبر عندما علم إبراهيم دياز باستدعاء أحد اللاعبين الذين لا يستوفون وفق الإعلام الإسباني الشروط الاعتيادية للاستدعاء. وهنا نذكر بكلام دي لافونتي نفسه الذي عدد في معرض تبريره عدم استدعاء إبراهيم عوامل تمكن اللاعب من الدخول في قائمة إسبانيا، وهي أن يستوفي شروط الاستدعاء، أي أن يكون لاعبا يستحق الانضمام إلى كتيبة المنتخب وأن لا يشترط على الاتحاد وأن يتساوى بالحقوق والواجبات مع زملائه، وأخيرا أن يستدعيه المدرب. هذه العوامل التي عددها المدرب نفسه، وهنا نتوقف عند العامل الأول وهو أن يستوفي اللاعب شروط الاستدعاء، إذ كشفت صحيفة آس أن دي لافونتي آثر استدعاء لاعب تفوق في مباراة واحدة فقط ولم يكن اسمه مدرجا على الإطلاق في قائمة التداول. والأكثر من ذلك هو أن هذا اللاعب لم يتدرج في الفئات السنية لأي من الأندية التي لعب لها، وهو الأمر الذي يتعارض عادة مع اللاعبين الذين يتم استدعاؤهم لمنتخب إسبانيا، إذ تحرص تقاليد الاتحاد الإسباني على أن يكون لاعب المنتخب قد نال تنشئة رياضية من الصغر. الحديث هنا عن لاعب غرناطة المعار إلى بايرن ميونخ براين ساراكوستا الذي بدأ نجمه يشيع شيئا فشيئا هذا الموسم، لكن بنظر الإعلام الإسباني هو لا يضاهي دياز على الإطلاق. هذا الاستدعاء كان له الأثر الأكبر في نفس إبراهيم لأنه يعرف براين معرفة شخصية، إذ نشأ اللاعبان في الحي نفسه بمدينة ملقا لكن لا تنشئة رياضية مختلفة. وعندما وجد إبراهيم ووالده أن الاتحاد الإسباني استدعى زميل دياز السابق ثم هرع على إقناع لامين يامال بتمثيل منتخب إسبانيا عوضا عن المغرب حتى بعد حادثة سلوكه المشين مع معسكر المنتخب، شعر الرجلان أن الكيل قد طفح من أسلوب المعاملة الإسباني بحقهم. ووصفت صحيفة الآس دي لافونتي بأنه الرجل الذي باع مستقبل المنتخب من أجل إرضاء فئة معينة شعبية لأجل مباراة واحدة فقط. لكن المفاجئ والذي سيصدم دي لافونتي في المستقبل هو أن هذا اللاعب الذي فضله على إبراهيم يملك وفق الآس جذورا مغربية أيضا، ومن يعلم ربما سيسقى من الكأس نفسها قريبا.